السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة يا رب. إيه، مساء الخير مساء الورد. انا كنت جاية النهاردة عشان عاملة لكم فيديو ده مخصوص لنفخ الخدود وتسمين الوجه بطرق طبيعية. إيه يعني؟ هي بطرق طبيعية جدا. زيت الزيتون مفيد جدا يا بنات للوجه، عشان هو كمان بيساعد على ازالة التجاعيد وبيخلي البشرة نضرة وجميلة. ازاي بتستخدميه؟ بتجيبي اول حاجة زيت الزيتون تحطيه على الوجه، بتدلكيه على الوجه لمدة من 5 ل10 دقايق، مفيد جدا للوجه، بيسمن الخدود. تجيبي معلقه من بودره الحلبه، تخلطيها مع كميه معلقه واحده بس من الميه، تخلطيهم مع بعض كويس، هيكونوا بودره سميكه. تحطيها على الوجه لمده 10 دقائق بس، وبعد كده ايه، تغسلي الوجه بماء بارد. تكرري الوصفه دي مره كل يوم او مره يوميا. يعني وصفه معانا يا بنات، وهي وصفه زبده الشيا. بتجيبي قطعه من زبده الشيا، تدلكيها على الوجه بشكل دائري لمده 10 دقائق، ثم بعد كده بتتركيها على الوجه لمده 15 دقيقه، بعد كده بتغسليها بالماء البارد. كرري الوصفة ديت ممكن مثلا كل مرتين في الأسبوع. جميلة جدا ومفيدة. متنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي.